بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدي يور ستارز وحلقه جديده من يور ستارز تاني. و نتكلم على بطولة اوروبا، طبعا بطوله مهمه جدا كلنا متابعينها، نتكلم دايما على اللي بيحصل في اوروبا والماتشات والمفاجات اللي بتشوفها دايما مع كابتن ميدو العالمي في يور ستارز برعايه اي جي زد. ازيك يا ميدو؟ ازيك يا كابتن عايز؟ عامل ايه؟ واخد لون جامد. وانت كمان الحمد لله، عرضت عليا الاسبوع اللي فات خلصت دلوقتي الصيف بقى. طب ايه شايف يمكن توقعنا الماتشات؟ واحنا الحلقه اللي فاتت قلنا ايطاليا اسبانيا انجلترا، انت برضه طلعت بحته بتاعت سويسرا، ما اعرفش ليه كنت شايف، بس سويسرا عملت ماتش كويس. انا كنت حاسس انهم هيطلعوا اسبانيا والله، هم كانوا ضربات جزاء ضربات جزاء برضه، هم خلي بالك لعبوا فرنسا وطلعوهم ضربات جزاء، وسامرز الحارس بتاعهم كان خرافي، يمكن قال لك هياخد احسن حارس في البطوله. طيب الاربع ماتشات يعني كما توقعت، يعني شايف بس سويسرا فعلا كانت قريبه، لكن بالنسبه لانجلترا ميدو تحديدا ماتش وان سايد جيم، الشوط الاول واحد في اول خمس دقايق، الشوط الثاني ماجواير في اول خمس دقايق، وبعدين انهيار لاوكرانيا. انهيار لاوكرانيا ولا تفوق للانجليز؟ انا في رايي ان ساوث جيت قدر ان هو يخلق اتموسفير كويس، قدر ان هو يخلق مناخ صحي للفرقه. دايما مشكله انجلترا كنت حازم ان وانا ده شفته، يعني ان دايما مع منتخب انجلترا اللعيبه اللي كانت عارفه ان هي مش هتشارك بشكل اساسي كنت تلاقيها ان هي بعيد منفصله شويه، كنت تلاقيهم حتى قبل البطولات الكبيره يقول لك مش عايز اروح البطوله، لان خلاص عارف ان هو مش هيلعب، هو ده الوقت الوحيد اللي ممكن ياخد فيه اجازه، هو ده الوقت الوحيد اللي ممكن يريح فيه. انا في رايي ان ساوث جيت كان ذكي جدا في ان هو حسس اللعيبه كلهم ان هو جزء، ان هم جزء مهم من البلان بتاعه. بدا اول ماتش بشكل صح، الماتش اللي بعديه راح مغير الاثنين فول باكس، دخل ماجواير، حتى هندرسون كان مصاب طول الموسم ابتدى يدخله يلعب 10 دقايق في ربع ساعه، الماتش اللي فات بيجيب جون اول جون ليه، قدر بذكاء كبير جدا ان هو يخلي على الاقل الماتش اللي فات بيبدا بسانشو، يعني قدر ان هو يخلي 20 لعيب انفولد يلعبوا. طب ما هديه ميدو برضه، يعني انا فعلا فاجئت كنت هتكلم في الموضوع ده، يعني ابتدى في اول ماتش فودن وستيرلينج، وبعدين شال فودن وحط مش عارف مش فاكر حط جريليش تقريبا، لا حط ساكا، لا ساكا تالت ماتش يعني لعب بجريليش ماتش، وبعدين ساكا بدا تاني ماتش، وبعدين سانشو، وبعدين مثلا بتقول بيغير كل شويه في الديفندرز، يعني اول ماتشات كان ما كانش رايس وفيليبس، كان فيليبس وحد تاني انا مش فاكر مين بالظبط، هو كان فيليبس ورايس والماتش اللي فات دخل هندرسون، وبعدين شويه لعب ما بيلعبش راشفورد ماتشين ويلعبوا 10 دقايق. طيب ده عكس المنطق دايما اللي يقول لك اللي بتكسب بيه، يعني كل الفرق اللي بتلعب في البطوله هتلاقي هو تثبيت التشكيل، هو عامل حاجه عكس، يعني وخصوصا في حته اللي هي تحت الفيرود المفروض يبقى خلاص في تناسق، يعني خلاص كين وستيرلينج وسيب ابتدى فودن وكسب بيه، لا والسنتر باكين بدا بمينجز وبعد كده راح مدخل ماجواير وبعدين يعني مختلف عن الطبيعي. ويمكن هو الماتش اللي فات قال لك انا لما غيرت كنت متوقع ان لو هخسر ان انا هشيل الليله ان انتوا فاتيت، وطبعا كل الناس هتقول نفس الكلام طبعا. ايوه انت شايفها ازاي؟ يعني انا شايف يعني سانشو ما لعبش ولا ماتش ما لعبش حتى خمس دقايق متهيألي صح؟ ولعب الماتش فات كله وكان كويس، يعني غريبه جدا برضه. طبعا غريب لان طبعا معروف في عرف في البطولات المجمعه ان دايما اي مدرب بيكسب بطوله بيثبت التشكيل من اول ماتش، بيغير بنسبه لا تتعدى اللعيب او اثنين، انما حجم التغييرات الكبيره ده انا اول مره اشوفه في بطوله كبيره ويمشي بشكل كويس. لكن انا في رايي برجع تاني ان هو عارف ان اللعيبه الانجليز لو حسوا ان هم بعيد خالص وملوش فرصه ان هو يشاركوا هيقتلوا له الاجواء بتاعت المعسكر وهيبتدي يتعرض لانتقادات. المشكله ان انتباهات كبيره جدا، يعني الناس انا في رايي ان هو ذكي جدا ان هو بدا بسانشو لسه بادئ ماضي في مانشستر يونايتد، معنوياته مرتفعه ان هو لسه عامل كونتراكت جديد ودي الجديد، هي فيها ايجابيات. الايجابيات ان انت دايما بيبقى عندك فريش ليجز في ضغط الماتشات، عندك لعيبه مش محتاجه وقت ريكفري، بس هو ميدو انت دلوقتي بتطلع ادوار اعلى، خطر بتطلع ادوار اعلى، يعني ماتشات اصعب، بتلعب ناس ما لعبتش خالص في دور الثمانية، يعني مثلا انت لعبت بفودن ولعبت بستيرلينج ولعبت بجريليش ولعبت زي ما انت قلت بساكا، وفي الادوار الاولى تيجي في مثلا في قبل اللي هو الثمانية اللي هو نوك اوت تلعب واحد ما لعبش خالص، غريبه جدا. هو برضه فكره غريبه، هي مشيت ومستوى المنافس هي مشيت يعني أوكرانيا. شويه يعني هو كان الشوط الاول كانت كويسه جدا وكانت بتهاجم وبتروح وبتيجي، ما انا عارف، بس انا اعتقد مثلا لو هو في الماتش ده مثلا هيلاعب ايطاليا مثلا او هيلاعب بتاع كان ممكن يبدا بشكل مختلف او يبدا بالاجواء. يعني انت شايف الماتش الجاي مع الدنمارك برضه، يعني الدنمارك
مش واو، هي فئه كويسه طبعا وفئه، لكن برضو مش المنافس يعني، في سكه انجلترا سهله شويه. البطوله دي متصممه للانجليزي يعني، انت النهارده سكتها سهله. لا غير سكتها سهله، انت النهارده لما تلعب كل ماتشاتك على ويمبلي باستثناء ماتش واحد في روما. لا والمنافسين كمان اللي خدك السيمي فاينل في ويمبلي والفاينل في ويمبلي. فانت لو ممكن توصل للفاينل تلعب ماتش واحد لعبته بره. الحكومه البريطانيه والحكومه الانجليزيه وقفت بشكل كبير جدا مع الاتحاد الاوروبي ساعه مشكله السوبر ليج الشهيره، وبوريس جونسون نفسه البرايم مينستر هو اللي طلع وتحدى الناس كلها ان البطوله دي مش هتتعمل، وان لازم ان احنا نحارب مع الويفا. يعني انا حاسس ان في جزء من رد الجميل خاصه في توزيع الماتشات. بس الوقت دي قرعه برضه يعني، ممكن كانت اسبانيا اللي تلعبهم مثلا، لو كانت اسبانيا طلعت مش السويد. بس هم عاملين لهم يا كابتن اول ثلاث ماتشات. انا بتكلم قصدي لا على الفرق اللي بيلعبوها يعني، خلي بالك. لا مش بتكلم على مكان الماتشات، على اللوكيشن يعني. انك تلعب هوم في وجود الجمهور وما بتسافرش كتير في الوقت ده من الموسم في وقت الراحه، ده مهم جدا. يعني في فرق عملت مايلج كبيره جدا وعملت سافرت لعب ماتشات كتير جدا. جاري لينكر جايب 10 اجوان، تشيرك 9، كين 8، ولسه قدامه ماتشين على الاقل او ماتشين يعني لسيمي فاينل. لا ده غير ان هو اصغر سنا يعني. طبعا في الميجر تورنمنت. شايف هيخلص في البطوله دي؟ هيعدي تشيرو، هيعدي جاري لينكر بعد ما كان في اول ماتشين كان الناس كلها بتنتقد انه ما بيجيبش اجوان ومش كويس وبتاع؟ ما اعرفش ايه اللي هيحصل. انا حاسس ان ايطاليا هتاخد البطوله. انا حاسس ان ايطاليا وانجلترا فاينل وايطاليا تكسب البطوله. وانا يعني مبسوط جدا ان مانشيني قدر ان هو يغير من الهويه بتاعت ايطاليا يعني. انا عايز قبل ما اروح ايطاليا يا ميدو اسالك في حاجه ثانيه برضو مهمه جدا، ودايما كنا بنسالها ودايما كنا بنقول ردودنا في انجلترا ليه انجلترا ما بتكسبش بطولات، دايما كنا نقول عشان البريمير ليج مليان لعيبه اجانب. يعني في لعيبه كانت احسن من كده في انجلترا زي جيل 2010 مثلا، اللي هو كان فيه لامبرد واشلي كول واللعيبه الكبيره دي جدا، ما عملوش حاجه، خسروا من المانيا في تقريبا في الدور 8 4-0 وبتاع، وكان معاهم كابيلو، وكان دايما الناس كلها يقول لك اصل بريمير ليج عشان كلهم اجانب، فهتلاقي راس حربه بتاع كل البلاد بتاع كل الفرق اجنبي، هتلاقي الديفندر بتاع كل الفرق الجامده اجنبي. طب ما ده بيحصل دلوقتي، اشمعنى بقى الجيل ده؟ هل المنافسين قلوا مثلا ولا هم جامدين قوي؟ انا شايف ان في توازن اكبر في الفرقه. يعني مثلا في الوقت اللي كان جيرارد ولامبرد بيلعبوا الاثنين على الدايره، جيرارد ولامبرد لو انا مدرب عمري ما لعبهم الاثنين على الدايره جنب بعض. والمشكله الكبيره ان انت لو قعدت واحد فيهم مشكله كبيره، لان الاثنين لعيبه كبار. هي دي المشكله اللي واجهت كابيلو، هي دي المشكله لا والجيل اللي قبليه برضه بتاع بيكهام وسكولز واوين، كان جيل برضه عظيم 2002 والفتره دي كان جامدين برضه، مش حاجه برضه. لا صحيح، لكن هل النهارده انجلترا لو خرجت الماتش اللي جاي من الدنمارك هتعتبر عملت انجاز؟ لا بس لسه بدري يعني. لا طبعا يعني ممكن تطلع ثالث انجلترا، ثالث يعني اوروبا، يبقى ثالث عالم وثالث اوروبا بالنسبه لساوث جيت، مش وحش يعني، محدش عملها يعني بوب روبس ما عملهاش ولا رمزي عملها ولا هم طلعوا بضربات الجزاء المانيا في 96، طلعوا بضربات الجزاء ساوث جيت، ساوث جيت ضيع وكانوا فرقه كانت في ملعبهم. في توازن اكبر يعني، انت النهارده لما تيجي تبص على لعيبه نص ملعب رايس وفيليبس، الاثنين لعيبه فيهم توازن ان هم يقدروا يلعبوا جنب بعض. وبصراحه اقول لك حاجه، الفرقه دي فيها ميزه عن الاجيال السابقه كلها، ان في عناصر جوه الفرقه جعانين ما فيهمش يعني سوبر ستارز يعني ديسبريت اكتر من يعني كلهم على فكره مش سوبر، ما فيش غير كين تقريبا الباقي كله مش سوبر ستارز وستيرلينج يعني بس ما فيش يعني انت لما تتكلم على رايس وفيليبس ممكن ناس كتير ما تعرفهمش. واحد بيلعب في ليدز يونايتد، ماجواير اساسا عليه يعني كتير قوي ان هو وحش في الفرقه بيكفورد في ايفرتون يعني الفرقه دي تحس ان الجيل ده تحس ان في هانجر في جوع كوره في ما حسوش بالنجوميه لسه وعايزين يعملوا حاجه. لا ما فيش. طيب خلينا نروح لايطاليا برضو، ايطاليا مع بلجيكا وبلجيكا جيل عظيم. انا عايز اسمع بقى رايك في ايطاليا. انا ايطاليا شايفهم بصراحه احسن فرقه، بس انا بتكلم على بلجيكا كمان. بلجيكا فرقه عظيمه جدا وكل الناس قالت لك مرشحه بشكل كبير جدا، خسرت في كاس العالم، طلعت برضو في كاس العالم سيمي فاينل، ودلوقتي بتطلع في دور الثمانيه، والجيل ده ما اعتقدش ان هو قدامه غير كاس العالم اللي جاي. وانا شايف من دور قبل نهائي دلوقتي دور الثمانيه بيطلعوا، الموضوع بيبقى اوحش مش احسن. والله بص، انا دايما في حاجات في الكوره بالنسبه لي بتبقى مسجز، بتبقى دليل بالنسبه لي ان في حاجه مبنيه غلط. مثلا انا ضد استدعاء فكره
استدعاء تيري انري مره ثانيه للجهاز قبل البطوله باسبوعين. انت النهارده تيري انري خلاص كان راجل شغال معاك في وقت معين في كاس العالم، مش بقول ده السبب يعني، مش انا مش مجنون، لكن انا في بالنسبه لي حاجات ليه يعني. انت النهارده تيري انري راجل كان شغال معاك وهي وينت هيز اون واي، ولا راح طريقه بقى راجل مدرب مسك موناكو، راح مسك في الاميريكاز وخلاص هي استابليشت هيم سيلف، او هو خلاص خلاص بقى مانجر. في فرق خلي بالك يا كابتن حازم، ان انا النهارده ابقى واحد شغال معايا اسيستنت، هو اسيستنت بس خلاص هو مشي وطار وبقى مانجر ونجم كبير، ان انا اجيبه قبل البطوله كبيره باسبوعين ولا ادخله معايا يبقى مساعد تاني، انا شايف الكلام ده مش يعني. انا بالنسبه لي كنت مستغرب ليه مستغرب من هنا ان يوافق، ولا مستغرب ان مارتينيز يجيبه، مستغرب من الاتحاد البلجيكي عموما مارتينيز ان هو يوافق ان هو انت بتجيب واحد مره تانية يبقى موجود معاك ليه؟ انت تعمل تشيك اب للمعسكر. الناس لازم تفهم الفوز مش كوره، كوره في كوره بس في حاجات معينه انا في رايي إن إن, ان 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 ممكن تكون حاجه من الحاجات ممكن اللي ممكن وصلت مسجز غلط. بلجيكا قلنا واحنا مع بعض المره اللي فاتت كنا بنتكلم الديفنس الثلاثه عندهم 104 سنه، فيرتوني وفيرمالن وتوبي اندرفيرد، الثلاثه فوق سن 32 و33 سنه وعندهم مشاكل كبيره جدا في الحته اللي ورا دي. مارتينيز مدرب طبعا كبير جدا، مدرب عايز يلعب كوره دايما من تحت، بيهتم بالاستحواذ والكاونتر بريسنج ومدرب يعني على طريقه اسبانيا يعني. ولكن لازم يفكروا ايه الجيل الجديد اللي طالع. برضه ايطاليا على فكره، برضه ايطاليا فيها جامده جدا، وبعدين عندهم ميزه انت كنت كام على الدوري الانجليزي او منتخب انجلترا ان هم جعانين. برضه فكره ايطاليا ان هم ولاد صغيرين كلهم، هم معروفين في ايطاليا بس مش سوبر ستارز بس كلهم. والدوري الايطالي اللي متابعه او اللي مش متابعه بقى، الدوري الايطالي قوي جدا بقاله سنتين يعني، في لعيبه كتير كويس. وهتلاقي دلوقتي مش زي زمان انتر وميلان ويوفي بس، بقى ساسولو شغال، اتلانتا شغال، يعني هتلاقي لعيبه عنده فرايتي كتير. كان زمان كابيلو ولا ليبي ولا الناس دي ما عندهمش غير الانتر وميلان ويوفي، لو جامدين بيبقى الفرقه قويه. دلوقتي لا، بقى البيز اقوى واوسع. صح. انا متهيألي دي من الاسباب يعني، بقى عنده دكه بره ممكن ما حدش عارف يراضي. راضي واحد لعيب اساسا يوفنتيني وراح بيلعب في ساسولو بقاله كتير، اعراب اللعيبه المهمه جدا، بقى عنصر اساسي. انسينيا في نابولي دايما بيتكلموا عليه انه مدلع، وان هو بس لما بيلعب بيلعب بشكل غير كيزا مثلا صغير. صح. فعنده بقول جابه حلو قوي 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 انسينيا. هو بتاعته في نابولي على طول تك ويحطها دي على طول، بيعملها على طول، حتى بيعملها كتير قوي بتضيع. خلي بالك في الماتشات برضه كل كوره عايز يروح موقف وحاططها، ان هو متعود عليها. فكره ايموبيلي وبيلوتي الاثنين من اهم المهاجمين في ايطاليا، ده في تورينو وده في لاتسيو، واللعيبه كلها صغيره، ما فيش غير كليني وبونوتشكي طبعا، اثنين جامدين جدا في الديفنس. قتلوا لوكاكو، قتلوا كل حاجه. لوكاكو مش عارف ياكل معاهم عيش واي حد هيتاكل يعني. وبعدين انت بتلعب على رتمهم يعني، ما بتتحركش مثلا لسرعه. وبعدين عجبني جدا الشيفت اللي حصل في ماتش بلجيكا ميدو في اخر تلت ساعه، لما بلجيكا ضغطت ابقوا بقى ايه للايطالي، الايطالي اقفل، مش بيلعب ماتش مفتوح، مش بيعمل ماتش مفتوح زي كل الماتشات، مش رايح بالهجمه، لا راح قافل ونزل هنا ونزل هنا او قفل بقى تاكتكس. لكن اللي هو اصلا مدرسته اللي هي مدرسته يعني بس عملها، ما بيعملهاش خالص، لكن لما احتاجها عملها، عملها كويس مع فرقه قويه. لكن سبينازولا هيفرق معاه متهيألي الماتش الجاي برضه. طبعا اصابه في وقت صعب، صعب قوي، بس على فكره ممكن تكون دافع معنوي للعيبه ان هم يكسبوا يعني. انا شفت فيديو في الطياره وهم بيغنوا له بعد الماتش، ممكن ساعات في حاجات صغيره بتحصل ممكن تبقى دافع للفرقه، لكن طبعا هو خساره من الناحيه الفنيه، خساره كبيره. لو بصيت للدوري الايطالي يا كابتن حازم، زي ما كنت بتتكلم انت زمان، احنا كلنا اتربينا على حب الدوري الايطالي يعني. صح. كلنا اتربينا ان دوري فيه تاكتكس كتيره جدا، فيه تقفيل، فيه مدربين جامدين جدا بيعرفوا يقفلوا كويس جدا، وزي ما طول عمرنا اتعلمنا وانت راجل لعبت في ايطاليا وبتاع، ان اصعب دوري تعرف تجيب فيه جوان هو الدوري الايطالي، بسبب ان المدربين كلهم اصحاب عقول دفاعيه، ازاي تقفل ملعب، تقفل. لكن النهارده اتفرج على الدوري الايطالي، اتفرج على اتلانتا، اتفرج على ساسولو، اتفرج على الانتر طبعا مع مانشيني، اتفرج على الميلان، اتفرج على روما، كل الفرق ويوفي طبعا، ويوفي يعني. كل الفرق بتهاجم وبتلعب كره حلوه. صح. ده ما كانش على فكره، ده تطور كبير جدا يا جماعه في المدرسه الايطاليه، عشان برضه دخل كتير قوي في الفتره اللي فاتت ميدو
كان زمان ايطاليا ما فيهاش غير مدربين طلاينه بس. لو تلاحظ زمان مثلا في الفينات كان معظمهم ما فيش غير يعني يمكن هوكسون دخل شويه كده مسك الانتر، رباتوني فتره طبعا كبيره، لكن مش هتلاقي مدرب الماني مسك مثلا اليوفي، مش هتلاقي اجانب كتير مسك. دلوقتي ابتدى يخش اجانب كتير مدربين يعني في الدوري الايطالي، حتى مدربين طلاينه بيلعبوا كوره بيلعبوا كوره. على فكره والله اتفرجت السنه دي كابتن حازم وقع تحت ايدي كده ماتش ما بعرفش كنت اتفرج على قناه ايه، وجه ماتش في الدرجه الثانيه، ماتش يعني في الدرجه الثانيه ما اعرفش كان بارما باين ولا ما اعرفش كان ايه، بيلعبوا كره حلوه يعني. انا تالي لو من 10 سنين اتفرجت على ماتش في الدرجه الثانيه في ايطاليا عمره ما اتفرجت. بس هيتعبوا قوي مع اسبانيا، اسبانيا فرقه قويه جدا وبتمسك كوره كتير ولعيبه كوره وباستحواذ كتير، ماتش هيبقى صعب برضه. انت توقعاتك ايطاليا واسبانيا؟ انا اتمنى ايطاليا بصراحه، بس انا شايف هيبقى ماتش صعب جدا. اسبانيا فرقه رخمه وفرقه غلسه وفرقه بتاعت كوره، هي مشكله اسبانيا في المهاجم في 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 حته التهديف، قصرتها الماتش بتاع كرواتيا، بس عندها مشكله في التهديف، عندها مشكله ان موراتا وخصوصا كان ناس حربه اللي هو زي تونس، موراتا في ايطاليا معروف وبيعرف لعبه وبيلعبها مع كيليني وبيلعب مع بونوتشي، هتبقى مشكله. انا دي شايفها ممكن تخليهم ما عندهمش حته التهديف، الله اعلم ممكن يكسبوا ثلاثه، بس انا شايف إن هيتعبوا ايطاليا قوي، هيمسكوا كوره كتير عليهم، بس ايطاليا ممكن تعرف تجيب فيهم جون يعني. انا اتوقع ايطاليا تكسب. طب الدنمارك لازم نتكلم عليها برضه، فرقه جايه من بعيد جدا يعني، فرقه اول ماتشين صفر بوينتس وبعدين المركز الثاني عشان جابت اربع تجوان في روسيا، وبتكسب تكسب بتكسب بتكسب ويلز، تكسب ويلز اربعه وبعدين كسبت دايما بفرق وباداء حلو. هل موضوع ايرسون ده فرق يعني فكره ان اصلا يعني مع احترامي حتى لو عيان، لو انت ما عندكش امكانيات واحد تعب عندك الفرقه مش فرقه كويسه مش هيخليك تكسب يعني. هو حاجه معنويه طبعا، بس مش ده الاساس اكيد يعني. بص الدنمارك يعني طبعا دايما ليهم مفاجات غريبه يعني، بطوله 92 لو تفتكر البطوله بتاعتهم اللي كسبوها 92 صح؟ 92 كسبوها، دخلوها بالصدفه دي، دخلوها كانوش اصلا كواليفايد، جابوا جمعوا اللعيبه من على البحر وراحوا والله ايوه اجازه، جمعوا اللعيبه وشمايكل وبتاع وكسبوا البطوله يعني. هو بدا وحش زي ما انت بتقول، لكن هو سكتهم كويسه، هو فرقه كوره كويسه، فرقه عجبني جدا المؤتمرات الصحفيه بتاعت المدرب، بيتكلم بهدوء كبير جدا يعني، بيحاول بذكاء كبير ان هو يستغل موضوع اريكسن ان هو يبقى دافع معنوي للعيبه، وده ذكاء برضه يعني، انت مش ما فيهاش حاجه، انت بتحاول تستغل موقف. وفرقه كمجموعه اقوياء. طيب عايز اقول لك حاجه، مؤسسه اوبتا او شركه اوبتا للتحليلات شركه كبيره جدا، وعملت تحليل المنتخبات الاربعه وقالت لك المنتخب الايطالي هو اللي هيكسب بطوله اوروبا طبعا للتحليل بتاعت الماتشات. هو مرشح الاول باللقب بنسبه 39%، وبعدين المنتخب الانجليزي 29%، وبعدين المنتخب الاسباني بنسبه 23%، والدنمارك 8%. ايه تفسيرك للوك شو؟ كويس قوي. يعني مانشستر يونايتد كويس قوي، مع ان شيلو يعني لاعب تشيلسي كويس قوي، بس تاني مش مديله فرصه بصراحه، وعامل جونين الماتش اللي فات وبيدافع كويس وبيهاجم كويس لانه مانشستر يونايتد بيلعب ثلاثه، خلي بالك بس بيلعب ثلاثه، فدي مدياله افضليه هجوميه كبيره. ممكن دي تغير خلي بالك فكره سولسكاي بعد كده ويلعبوا ثلاثه ورا، ممكن ما اعرفش، ما عندوش سنتراليات كويسه قوي يعني، ان هو عنده ليندروف ده وبيقول لك هيجي اسمه ايه؟ فاران هيجي مانشستر. بيقول. طب قول لي على 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 الاحصائيات، 39 ايطاليا 29 انجلترا 23 اسبانيا 8%، ده بيقول لك بتابع احصائيات الماتشات كلها، ده اللي هيبقى الاول. انا برضو ماشي معاه، انا ايطاليا ماشي مع اوبت، انا ايطاليا وانجلترا فاينل وايطاليا هتكسب، ده يعني لو 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 براهنك هرانك ان ايطاليا هتكسب، بس انا عارف انت بتقول ايطاليا هتكسب، انت برضه بتقول ايطاليا صح؟ طيب الهدافين لغايه دلوقتي كريستيانو 5، تشيك 5، لوكاكو 4، ايميلي فورسبرج 4، كريم بنزيما 4، خلاص كده ولا ممكن حد يعدي؟ هاري كين ممكن يعدي؟ هاري كين 3؟ هاري كين 3، ايموبيلي 3 متهيألي، متهيألي ايموبيلي 3، هو حد فيهم هيجيب جوان يعني. انا في رايي ولا كريستيانو هو هداف البطوله؟ ها؟ ولا كريستيانو هداف البطوله؟ انا حاسس ان هاري كين هيجيب جونين الماتش الجاي. جونين؟ اه. خلينا نشوف كل حاجه جايه يعني. انت على فكره عليك توقع كان بتاع ماتش الاهلي وبيراميدز عالمي بتاعت دي جامده جدا. ماشي في نور هنعملها هنعملها هنا. لا ده فيك غير كمان التوقع بتاع ان لامبارد هيمشي قبل الدور الاول. انت قلتها صح، انت قلتها في هنا. في لعيب من تشيلسي هياخد اليوروبا والتشامبيونز ليج،
لان الاربع فرق اللي وصلوا منهم في كلهم في منهم تشيلسي. في انجلترا في ماونت وجيمس وتشيلويل، دنمارك في كريستنسن، ايطاليا جورجينيو، واسبانيا اسبيركويتا. فدي في واحد السنه دي هياخد تشامبيونز ليج وهياخد اليورو. طيب يعني تقريبا ما فيش حاجه عايز اقولها تاني. يمكن المنتخب الاسباني اللي هيلعبنا في الاولمبياد في سته منهم بيلعبوا في المنتخب الاول. اوناي الحارس المرمى، وجارسيا طبعا مدافع برشلونه الجديد، توريس فياريال مدافع برضو، وبيدري لاعب برشلونه، اولمو لعيب الشعر الاصفر ده اللي بينزل دايما بيلعب في لايبزيج، وميكيل اللي جاب الجول البنالتي الاخير. دول كلهم هيروحوا يلعبوا في الاولمبياد، دول كلهم تحت السن. غير اسينسيو هاخد، هو بقى اسينسيو وخد سيبايوس من الكبار. بص هو الماتش الاسباني يعني منتخب اسباني صغيرين في السن، يعني خلي بالك ان هو يعتمد عليهم. وزي ما قلنا في اول حلقه مفيش ولا لعيب في ريال مدريد في القايمه كلها ميد، واخد لعيبه صغيره في السن بالشكل ده. المنتخب احنا الماتش الاولاني على فكره عندنا اسبانيا يوم 22. لو عملنا ماتش كويس هنمشي كويس. لو اتغلبنا ماتش اسبانيا وكان شكلنا وحش هتاثر علينا. طيب ايه رايك اسالك سؤال؟ ايه رايك في اختيار الحجازي والونش الاثنين مع بعض؟ كويس. انا شايف اصل الحته دي هي اقل حته عندنا، بس انا في اختيارات طبعا كان ليا تعليق عليها، بس يعني لكن انا شايف حته السدباكين تحديدا. خلي بالك مين بيلعب في المنتخب الاولمبي؟ بيلعب مرعي، وادي دجله، يعني وادي دجله مش احسن حالاته. عبد السلام بيكم ما بيلعبش، عبد السلام ما بيلعبش، اسامه جلال، اسامه جلال هو الوحيد اللي بيلعب. وبالتالي انت الحته دي عندك مشكله كبيره جدا. فانا شايف ان هو يعني وينش احسن حاليا من احسن مدافعين في مصر، او احسن مدافع حاليا، وحجازي لعيب كبير يعني. فاختيار موفق. وانا برضو بقول اختيار كويس، بس انا كنت شايف الوضع ان عبد القادر بتاع سموحه كان ممكن يكون موجود في القايمه دي مكان عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن ما لعبش خالص خالص، ولا ناصر ماهر لعب خالص يعني، ومحمد صادق في الاسماعيلي عمل برضه موسم كويس قوي قوي. صح، صادق لعيب كويس. فما اعرفش طبعا، هي طبعا وجهات نظر، لكن يعني ناصر ما لعبش، عبد القادر بيلعب وكويس، وهو بيلعب في نفس المكان تقريبا. لكن ساعات المدرب، انت مدرب بتبقى انت لما بتلعب مع بيلعب عندك لعيب بقاله كتير وعارفه، بتطمن له اكتر شويه من لعيب جديد لسه جاي عليك. لا وساعات في حاجات كده كابتن حازم، وانت داخل بطوله كبيره كميه اللعيب ده ماشيه مع المجموعه. اللعيب ده اللعيبه انت حاسس كمدرب قاري كده انت وجهازك ان اللعيب ده المجموعه مش قابلاه قوي اكتر من لعيب تاني. فبقى الحاجات دي مهمه جدا وانت داخل على بطوله، وانت داخل على بطوله كبيره. عبد الرحمن مجدي بقى له فتره بعيد، وناصر ماهر بقى لهم فتره بعيد، لكن شاربين طريقه لعب كابتن شوقي. دي كمدرب بالنسبه لك احسن يكون لعيب دلوقتي بيلعب وراكت وماشي كويس؟ ساعات كان كابتن جوار الله يرحمه كده على فكره. طبعا كان يجيب لعيبه ما بتلعبش، بس هو عارفها اكتر من لعيبه متالقه ساعات كده. بص فاكر؟ طبعا. وساعات كده في مدرب مثلا يقول لك انا ممكن لعيب يبقى اجمد او لعيب احسن مثلا، لكن ممكن انا عامل حسابي ان انا مش هبدا بيه، فلو ما بداتش بيه ممكن يعمل لي صداع، ممكن يعمل لي مشكله. فاحسن ان انا اجيب فلان. فاهمني قصدي ولا لا؟ يعني في افكار مدربين في الاخر. يا زي كابتن حسن في 2010 انا وجده. هو كان عارف ان جده بالنسبه له هيبقى لعيب احتياطي، هو كان عارف ان هو مش هيبدا بيا. وانت لو قعدت بره هتعمل مشكله. مش هعمل مشكله بس هتبقى مشكله. انا هبقى صداع. هتبقى صداع. انا نفسي مش الناس هتقول له فين ميدو، وانت هتبقى ميدو قصه، وهتبقى كل افريقيا بتتكلم ان ميدو ما بيبداش. لكن هو بالنسبه له كان حاطط في دماغه ان هو مثلا جده. هو دلوقتي لما بقيت مدرب فهمت الكابتن، فهمت هو بيفكر فيه، لان هو كان هو كان عارف جوه مخه ان هو مش هيبدا بيا. هو عارف مش عايز بقى، مش عايز ان حد بره قايل له وعامل له قصه فاهمني. فالمدربين بيفكر في حاجات كتيره جدا غير الناس بشكل عام بيبقوا بيبصوا لها. لقيت هديت ميدو انت دلوقتي فين؟ هديت يعني هديت ولا هديت ولا حاجه. لا هو انت بتقوله بقيت فاهم الكابتن حسن. لا وانت بقيت مدرب خلاص. ايوه بقول لك الواحد هديت بيكبر برضه وتفهم وتشتغل الشغلانه، بتعرف الناس بتفكر ازاي. طبعا طبعا لما بتشتغل الشغلانه وبتشوف حاجات، وبقى بيبتدي يمر قدامك نفس المواقف اللي انت كنت بتعملها، لعيبه بقى بتعملها، بقيت تدي اكسكيوز للناس بعد كده. لا بس بص كل مدرب ليه طريقه لاحتضان اللعيبه. يعني مثلا اقول لك انا مثلا كل مدرب ليه طريقه. يعني مثلا انا مره في ماتش الاهلي وادي دجله، اوباما وهو خارج في ماتش وادي دجله، وانا كنت مدرب وادي دجله، اوباما وهو خارج مش عايز اقول لك قال ايه يعني، سمعه ودني، عملت نفسك مش واخد بالك. لا ما عملتش نفسي واخد بالي، رحت له حضنته وبوسته وقلت له ما تزعلش حقك عليا،
انت اللي قلت له. رحت له قلت له وانا وزعلان منك انك طلعته يعني. زعلان منك طلعته وجت في التلفزيون طلعت بوسته وحضنته قلت له انا سامعه انا سامعه بس مش بس انت مقدر هو بتاع انا حضنته وبوسته ده ما تزعلش حقك عليا انا مطلعك تكتك راح بايس دماغي لحين قصدي خلاص هو تلحق تلم بايس دماغي وقال له وفي مدرب تاني على فكره انا ماتش الجزائر وانا طالع من الملعب كنت بتنرفز جدا جدا وكنت كابتن جوهري عمل لنفسه ايه الله يرحمه عمل نفسه بيدي اللعيبه ميه وبتاع بص لي بجنب عينيه عشان يعرفني ان هو سامع وراح جايبني بعديها في مكتب كابتن سمير عادل وقعد معايا واتكلم معايا قصه ثانيه كل مدرب ليه طريقه لاداره المواقف الصعبه والازمات ميدو نورتنا يا كابتن مصر حبيبي نشوفك في الفاينل في الحلقه الجايه سيمي فاينل وفاينل ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا نشوفكم ان شاء الله في السيمي فاينل باذن الله.